لسه انا بكلمكم مع الدكتور مجدي يعقوب، وازاي ان نموذج الصحه موجود بره مصر محترم. احنا بقالنا كتير قوي بنتكلم عن عايز حال البلد ينصلح لازم تعمل حاجتين. الحاجه الاولى التعليم، ده يعني لازم نبتدي نشتغل عليه، لازم نبتدي نشتغل عليه. ليه؟ علشان يعني ابتدي من اولى ابتدائي بس، يعني ابتدي يعني فكر معاهم من اولى ابتدائي كده، طلع ناس بتفكر بطريقه مختلفه. ما بتكلمش عن المدارس الخاصه، بتكلم برضه عن المدارس الحكومه. يعني محتاجين بجد ان احنا ده في والله كنا قاعدين بنتكلم مع ناس عن التعليم في مصر وكده، بيقول لك المدارس الخاصه في مصر، المدارس الخاصه في مصر ما بتقدمش تعليم زي المدارس الحكومه في دول اخرى. فيعني حط تحتها 2000 خط الحكايه دي، الجمله دي. فنتمنى ان تعود مره اخرى مصر الى ريادتها التعليميه اللي كانت موجوده قبل كده. طيب ده التعليم. الجزء الثاني الصحه. عندك مواطن جاهل او مواطن مستوى الثقافي بتاعه متدني زائد امراض يديك حالة صعبة. عندك مواطن مثقف، عندك صحة جيدة يديك مجتمع جيد تقدر انك انت تقدم بيه اي حاجة وتتحدى بيه اي حاجة. احنا يعني حالة الصحة عارفين كلنا، مش محتاجين نتكلم كتير يعني. وكان امل لينا ان انا كان نفسي اشوف حاجة بتتغير يا جماعة. الناس كلها بتطلع تتكلم في التلفزيون تقول لك الوزارة بتعمل كذا، الوزير بيعمل كذا، احنا بنبني عدد كذا مستشفيات، وفي الاخر ايه اللي بيحصل؟ ولا اي حاجة. انا عايز مباني مستشفى فاضية من غير ناس جواها. لا، هل انا محتاج ان يبقى عندي ممرضين موجودين بس مش عارفين يتعاملوا معايا انا كمريض اخش؟ لا، حاجات كتيرة قوي ماشية كده يعني ربنا يكرم، ربنا يسهل إن شاء الله. يعني دخل نايم ده على سرير ده، وده غرفة إنعاش مش عارف إيه، عارفين إحنا كلنا اللي بيحصل. بس يبدو إن وزارة الصحة انتبهت أخيرا لسوء الخدمة الطبية في المستشفيات العامة. انتبهت. عملوا ايه بقى؟ امبارح لجنه تفتيش برئاسه الدكتور شريف وديع، وده مستشار وزير الصحه للرعايه الحرجه، والدكتور خالد الخطيب رئيس الاداره المركزيه للرعايه الحرجه، و15 مفتش من الاداره الماليه والاداريه، عملوا حمله مكبره امبارح على 6 مستشفيات بالقاهره والجيزه. القاهره والجيزه مفروض يعني من الخدمات المحترمه اللي تتلقاها يعني. طبعا حضراتكم عارفين المخالفات اللي موجودة بالجملة، خاصة يعني الحملة كانت يوم الجمعة كمان. الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قال ايه بقى؟ قال ان الحملة دي شملت مستشفيات احمد ماهر التعليمي ومستشفى العجوزة ومستشفى امبابة العام، واعتقد مستشفى حميات امبابة ومستشفى التحرير ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان. الحملة اكتشفت عدة مخالفات جسيمة ده في مستشفى احمد ماهر، منها يعني عند التقدم كده وتفقد قسم الرعايه المركزه وجود 3 اسر داخل الرعايه، تمام، وفي اسره موجوده جوه، يعني في اسر موجوده واخده سراير، وفي 3 سراير مش عليهم مرضى، مش عليهم مرضى. طب ايه مشكلة في كده؟ المشكلة ان اللي عليها، اللي على 3 سراير دول المرافقين للمرضى. يعني في ناس تموت وتقعد تلف كعب داير كده على سرير وما تلاقيش حاجة، بس ده قاعدين مرافقين عليه، راح على طول قرار. طيب انا معايا الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة والذي كان يقود هذه الحملة. دكتور شريف الاول صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور شريف. اولا بحييكم على ان كنتوا نزلتوا، يعني انا كنت بتكلم ان كان في تنظير زمان، للاسف كنا بنسمع كلام حلو وفي خطط استراتيجيه موجوده وفي وفي وفي، بس في الاخر من لا يحاسب او من لا يعاقب اساء الادب، يعني بنسمعها دي قاعدة موجودة. كان الناس كلها بتتعامل يعني هو مين هيسأل، يعني ايه يعني لما يبقى مرافق ينام على سرير رعاية طبية، ايه يعني لما يبقى المسؤول عن هذا القسم مش موجود، ايه يعني لما يبقى التمريض مش موجود، ايه يعني لما بتبقى نوع من انواع التراخي كان بيحصل.
امبارح انتوا رصدتم ايه؟ وبرضه زي ما هتكلم على السلبيات يا دكتور شريف لازم برضه نتكلم على الايجابيات، لان مش معقوله كل المستشفيات وحشه، او المستشفى اللي حتى فيها حاجه وحشه مش معقوله ان كلها من اولها لاخرها وحشه. اتفضل يا دكتور. بص يا احنا طبعا احنا اللي نزلنا امبارح ما هياش حاجه عفويه كده. دي خطه وزاره يعني احنا بنعملها والوزير يعني مصمم عليها. الفتره اللي فاتت كانت فتره زي ما حضرتك بتقول استراتيجيه، احنا كنا اهم حاجه عندنا دلوقتي الطوارئ للمريض المصري، ان يلاقي حد يشوف الطوارئ، ان يلاقي مكان في الرعايه، يلاقي حضانه، يلاقي اجراء جراحه سريعه يحتاجها المريض. دي واحده من اهم اشياء لا يحتاجها الانسان المصري او المريض المصري او اي مريض في العالم. احنا قعدنا السنين السنه اللي فاتت دي كلها بنجيب مديرين الوحدات ومديري المستشفيات، نشوف احتياجاتهم، نحط استراتيجيات وتعليم للاطباء. وجي الوقت بقى ان نسيب مكاتبنا زي ما سيبنا جامعاتنا وجينا الوزاره، محتاجين بقى ان احنا نبتدي ننزل دلوقتي ومحطوطه خطه. هي مش هتبقى امبارح بس، احنا هننزل كل يوم، هننزل في كل انحاء مصر على مستوى جميع المستشفيات، لان الانسان المصري او المريض المصري لازم يقدم له الخدمه التي تلزمه. احنا لقينا سلبيات كثيره، لكن لقينا ايجابيات زي ما حضرتك بتقول. ايجابيات احنا رحنا في وقت يعني الجمعه الصبح دي، فجر الجمعه يعني ده وقت الذروه، اوقات الاحتياج المريض اللي ممكن ما يلاقيش فيها خدمه طبيه في اي حته. صحيح. يعني احنا الخدمه الطبيه في الامرجنسي ميديسن زي ما بنقول او علم الطوارئ ده حضرتك لازم يبقى 24 ساعه، يعني لازم، ما ينفعش ان يبقى فيه 24 ساعه في ال 24 ساعه، ما ينفعش ان انا 24 في تمام. مفيش حاجه اسمها ان انا ممكن النهارده الجمعه الصبح معلش اجازه اكلم واحد كلام من ده. فعدينا وعدينا في مستشفيات مختلفه بلا خطه، يعني احنا مش رايحين المستشفى الفلانيه، ماشيين بطريقه كده عشوائيه، لا انتقاء عشوائي، رايحين فين وش، يعني احنا طالعين اطلع يا جماعه على كذا، اطلع من هنا ادخل على دي، تعالى نروح العجوزه، تعالى نروح كده وهكذا، علشان ما يبقاش في جزء من الاجزاء التحضيريه او كلام من ده. عشان نفس القصه، وخدنا طريق الطوارئ، يعني العيان بيجي يبص على الاستقبال، يطلع من الاستقبال الرعايه، يطلع من الرعايه. يعني كنت بتتنكروا يا فندم علشان تعرفوا؟ لا مش تنكر ولا حاجه، لا مش تنكر، انا قصدي بس ما بتقولوش ان انا الدكتور شريف. لا انا كنا بنقول ليه، لا اصل دول زملائنا برضه، مش زي الناس يعني، احنا مش جهه امنيه، احنا يا جماعه احنا جايين دلوقتي فين الطوارئ؟ مش انا دخلت مستشفى احمد ماهر حضرتك، مستشفى احمد ماهر الطوارئ فيها خمس اطباء بيعالجوا خمسه مرضى، منهم طفل صغير بتلبسه ايده على اعلى مستوى. دخلنا بعد كده لقينا فيها مشاكل، يعني السلبيات موجوده والمشاكل كانت مشاكل كبيره والناس تدخلت. احنا مش احنا برضو عايزين نقول ايه حضرتك، احنا كانت النتاج لهذه الحمله ان احنا طبعا في ناس عقبت، ومعالي الوزير خد قرارات سريعه وقرارات رادعه، واحنا نشكره على هذا. في نفس الوقت احنا برضه حطينا خطه للسلبيات ليه اسبابها. بعض الاجهزه كانت معطله، كل هتنزل الاداره الهندسيه على جميع المستشفيات. يعني ما كانش في نوع من انواع الاهمال المقصود او المتعمد حضرتك بتتكلم، ما كانش في والله كل حاجه. احنا ما نقدرش نخش في مسكات الناس، لكن انا ما يفرقش معايا، انا استاذ رعايه مركزه، ما يفرقش معايا حضرتك المقصود ولا غير المقصود، انا اللي يفرق معايا الخدمه. صح. انا حضرتك اهم حاجه عندي الخدمه، عشان العيال ما يستاهلش غير احسن خدمه، مش الخدمه بس، لا ياخد احسن خدمه. ده حضرتك ما فيش خطر حضرتك، احنا نسمح بالخطا في اي حاجه الا الامرجنسي، لان الخطا بتؤدي بحياه المريض. صحيح. فاحنا ما عندناش اي اتجاه، ومش هننزل القاهره على فكره. طب يا دكتور اكلم حضرتك بامانه شديده وحضرتك موجود معانا، بعض المستشفيات معقداها شويه لاستقبال الحالات الحرجه، يعني بيبقى المريض هيموت، لا اصل عايزين حد من قريبه يجي يمضي، اصل عايزين حد مش عارف ايه، اصل لا ما فيش، احنا ما عندناش، ما بنستقبلش حروق وكسر.
لازم لا لازم حضرتك تروح تعالج الكسر الاول وبعدين تيجي تشوف الحروق، لا اصل لازم حد يشوف الحرق الاول وبعدين يجي يشوف. طب المريض بيموت يعني. انا كان في حاله من الحالات زي دي كانت موجوده معانا، فضلت فوق 13 ساعه تلف يا فندم في عربيه الاسعاف من مستشفى لمستشفى عشان كانت حاله حرق وكسر، ومحدش بيقول لهم يعملوا ايه يعني، لدرجه ان اهل المريض كانوا مش عارفين يعملوا ايه فكلمونا ساعتها. بص يا حمدي، احنا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام واقعي وعلى ارض الحقيقه، واحنا عايشين عشان نصلح الكلام حضرتك بتقوله ده. اه الكلام حضرتك بتقوله موجود، وفي اماكن ما بتقدرش تنقل عشان عندها ما عندهاش امكانيات، لكن احنا عندنا قرارات كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء ان مفيش مستشفى لا تستقبل الطوارئ خاصه او غير خاصه. طب ولو ما استقبلش هعمل له ايه؟ يعني انا دلوقتي كمريض يا فندم عندنا خطوط تكاوي. ما احنا حضرتك احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي ان احنا بنصلح، وبعد كده هنعلم المريض باجراءات اللي ما يعالجوش يقول عندنا خطوط تكاوي هننزلها، وعلى صفحه الوزاره حق المريض المصري لازم ياخده يعني. تمام. معالي الوزير مصمم يوميا على احنا في اجتماعات يوميه وشده لا تتخيلها. والله يا ريت يا دكتور شريف يكون الكلام ده يعني. انا بامانه انا لسه كنت بقول قبل ما حضرتك ما تخش قلت احنا سمعنا كلام كتير، انا اول مره اشوف كلام وشغل على الارض يعني، ده اول مره. فاتمنى دي احنا النهارده سايبين جامعاتنا يا جماعه، ما عرفش جايبني كلنا كده يعني عشان نحاول نساعد يعني. احنا بنزق الامور نشوف احنا، بس عايزين طبعا الاعلام، احنا بنحترم الاعلام جدا، عايزينكم بس يعني تبقوا معانا عشان ايه الامور تمشي والعيان المصري. احنا مع اي حاجه محترمه بتحصل في البلد يا دكتور شريف، احنا عارفين يا فندم يعني اي حاجه انتوا هتقدروا تعملوها عشان تحسنوا المنظومه الطبيه في مصر بنحاول، ربنا معانا ان شاء الله. احنا معاكم، بشكرك جدا دكتور شريف وديع على هذه المداخله وعلى الحمله اللي انتوا عملتوها دي بصراحه، واتمنى ان يبقى ده النموذج اللي موجود. الموضوع مش موضوع انك تعاقب حد او انك تحاسب حد، لا والله ابدا، الموضوع موضوع انك انت تحسس المريض المصري ان له حق في الحياه، وان له حق في تلقي علاج محترم في الوقت والمكان المناسب من غير ما تقعد تبهدل الناس. طيب